يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. حسبي الله أي معتمدي وكافيني ومفوضي وقاضي حاجتي وميسر أموري ومعيني على كل أمر هو الله تعالى، الله سبحانه وتعالى. وحسبي الله ترفع قضيتك من الأرض إلى السماء ليتولى الله أمر حاجتك، ومن تولى الله أمره فمن يضره؟ لا إله إلا هو نفي وإثبات، فلا إله ولا معبود سوى معبود واحد هو الله تعالى الله. عليه توكلت، به وثقت، وعلى عونه اتكلت، وإليه وإلى نصره استندت، فإنه ناصري ومعيني. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بصدق التوكل على الله، فقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال الله تعالى الله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأمر به المؤمنين في كثير من الآيات بالتوكل عليه سبحانه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، والاعتقاد بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. وقيل هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. وجماع التوكل شيئين: أحدهما صدق الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب ومقدر الأقدار ومحصيها، الثاني الأخذ بالأسباب. فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، ومن عطلها فقد خالف الشرع والعقل، لأن الله جل وعز أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وأمر رسوله بذلك وفطر العباد على الأخذ بها. فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا حقيقة إلا بتعاطي الأسباب. وقد سطر القرآن قضية الأخذ بالأسباب واضحة جلية، كما قال جل وعز حكاية عن مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهذا أمر لها بالأسباب، وقد هزت النخلة وتعاطت الأسباب حتى وقع الرطب. توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرن العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: إليك فهز الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. هل يمكن لعاقل أن يتصور أن امرأة في المخاض آلام الولادة تقوى على هز فرع شجرة فضلا عن جذع وجذر نخلة؟ ولكنه الأخذ بالأسباب مع صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. هاجر وحدها في الصحراء ومعها رضيعها يجهش بالبكاء، فلما نفذ الطعام من الجراب ونفذ الماء من السقاء لم تستسلم للموت، بل قامت تسعى شوطا تلو شوط تلو شوط 7 أشواط لتعلم الأمة من بعدها السعي. ويجعل الله السعي منسكا للحجيج ليخلد تلك الذكرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها المتوكل خذ بالأسباب واسعى. يا من ضاق به الحال
وتكاثرت عليه الديون وأثقلته الهموم والأحزان، ووقع عليه ظلم وخذله أقرب الناس إليه، وشتت ذهنه وشرد. الله هو السند، اهرع إليه، ناجيه، اطلب منه العون والمدد، توكل على الله. فمن خاب من وقف على بابه، وما افتقر من طلب الغنى منه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، أي تغدو أول النهار جياعا وترجع آخر النهار شباعا. ولما قال رجل له صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل أم أطلقها وتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اعقلها وتوكل. قال بعض السلف: توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف. شكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله كثرة عياله، فقال له: يا أخي انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي. وقال رجل لمعروف الكرخي: أوصني. فقال: توكل على الله حتى يكون أنيسك وجليسك وموضع شكواك، واعلم أن الناس لن ينفعوك ولن يضروك ولا يعطونك ولا يمنعونك. وخذ هذه التمرة: دخل أبو الحسن الزاهد على أحمد بن طالون أحد حكام مصر وكان ظالما، يروى أنه قتل 18,000 نفسا حبسا بقطع الطعام والشراب حتى هلكوا. فذهب إليه أبو الحسن ودخل عليه وقد علم أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فأتاه ووعظه. فغضب أحمد وأمر بسجن أبو الحسن، وأتي بأسد جوعان لم يأكل لأيام وأدخله عليه، فجعل الأسد يقترب من أبو الحسن ويزأر وهو يصلي، فلم يتحرك ولم يهب الأسد، وأخذ الأسد يقترب منه ويتراجع ثم يقترب ويتراجع، وأخذ يشمه ثم طأطأ رأسه وتراجع. فأدهش ابن طالون وأتي بأبي الحسن وقال له: فيما كنت تفكر والأسد عندك ولا تلتفت؟ فقال: والله ما همني أمر الأسد، ولكن شغلني هل لعاب الأسد يفسد الوضوء أم لا؟ فقال له: ألم تخف من الأسد؟ قال: إن الله كفاني. إذا عزمت لفعل أمر فاجعل التوكل مركبة العبور، وإذا عصاك الدهر يوما فاسأل المولى لتسهيل الأمور. لا تجزع لضيق الرزق أبدا، يرزق العصفور من بين النصور، واعلم بأن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور. كن شاكرا ما دمت حيا، واعلم بأن الدنيا أيام تدور. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وأنت أخي إياك أن تخوض مع الخائضين أو تمشي على نهج القطيع. لما اتهمت عائشة رضي الله عنها بالزنا ووقع في عرضها الكثير وصفقوا للمنافقين وساروا على نهجهم، أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات بقوله: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. احذر أن يقول أحدهم فيك حسبي الله ونعم الوكيل. وقت الفتن إلزم الصمت، الحياة تدور، ثم يصاب كل ظالم بما ظلم، وكل شامت بما شمت، وكل مسيء بما أساء به. لا تحزن، إن ربك أعدل العادلين، والله الموعد.
حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على تمرة من إيدك نفطر، على حبك وخيرك وسلامك نحلى صيامك نحلى قيامك، المولى يعطر أنسامك.